السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خجم، شركة بروج العقارية. عرضنا اليوم مميز جدا في حي أكشابات الموجود في مدينة طرابزون. مشروع يعتبر من أفخم مشاريع مدينة طرابزون، أو من أفخم مشاريع منطقة أكشابات يلدزلي. مشروع عبارة عن تقريبا 6 أبراج سكنية، موجود فيه عدد جيد من الوحدات السكنية. وعرضنا اليوم المميز 4 غرف صالة مساحتها 220 متر مربع، إطلالتها رائعة على المجمع وجزئية على البحر. خدمات المجمع كثيرة، منها مسبح مغلق خاص بالنساء، مسبح مغلق خاص بالرجال، بالإضافة إلى مواقف المغلقة، وعندنا مواقف مفتوحة، كاميرات مراقبة وأمان، وبوابة إلكترونية خدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى مسبح المفتوح زي ما شرحت لكم، زائد المسبح المغلق اللي كان موجود في الشرح السابق. عندنا شلالات، جلسات عائلية، مسطحات خضراء، مسطحات مائية أيضا. يعني مجمع متكامل، تعتبر كمدينة مصغرة في حي أكشابات يلدزلي. موقع المشروع، يقع المشروع في حي يلدزلي أكشابات، يعتبر موقع مميز جدا. تحت المجمع موجود مطاعم عربية وكافيهات، بالإضافة إلى سوبر ماركتات. وأيضا بالقرب من المجمع موجود جامع أيضا، أطراف المجمع يعني موجود جامع في الجهة الأمامية وجامع في الجهة الجانبية. يعني مجمع مخدوم بكل الخدمات والمواصلات، يصل إلى بوابة المجمع. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة الشقة وتفاصيلها، خلوكم معنا. وصلنا الدورة 13 جماعة الخير، شقة 4 غرف صالة مساحتها 220 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. ميزة المجمع وصل له الغاز الطبيعي. أول ما ندخل عندنا هنا جزء من دولاب الأحذية والعبايات بجوار الأنترفون، وتكملتها الجزء الآخر في هذه الجهة. يعني دولاب جميل ومنسق، في قطعة مراية هنا وجزء آخر قطعة مراية في هذاك الجهة. يعني تفصيل المجمع يعتبر من أفضل مجمعات منطقة أكشابات يلدزلي. عندنا هنا تهوية أيضا، ونتوجه إلى المطبخ أو الغرفة رقم 1. المنطقة هذه أو الغرفة هذه معتبرينها غرفة رقم 1، يعتبر كغرفة ضيوف، إطلالتها على المجمع. وقسم آخر أن المنطقة أو الباب هذا مفتوح على المنطقة هذه، تقدر تستخدموها كغرفة يعني مثلا السفرة، وتقدر تستخدموها كغرفة إضافية. عندنا المطبخ، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة، الأجهزة الكهربائية، الشفاط مع الطباخ والفرن، مكان الثلاجة، دولاب متكامل جاء على شكل L، جميل ومنسق وديكورات رائعة. يعني الغرفة رقم 1، نتوجه إلى الصالة بجوارها. قبل ما نتوجه للصالة عندنا الكوريدور، أرضيات باركيه، ديكورات جميلة ورائعة في الكوريدور، وإنارات سقف بإنارات ليد مخفية في الأسقف المستعارة. حاليا أنا متواجد في الصالة. كمساحة الصالة ممتازة جدا، أقدر أقول 30 متر مربع. جزء اليمين هنا منطقة خاصة بالتلفزيون أو الشاشة، وأيضا في عندنا إضاءات ليد مخفية. وعندنا الجزء الآخر هنا أيضا لنا حرية الاختيار، نقدر نحط لوحة أو ديكور آخر. نتوجه إلى البلكونة. قبل البلكونة عندنا واجهة زجاجية بالكامل، إطلالتها على الطبيعة، إطلالة رائعة جدا، إطلالة خيالية على الطبيعة. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة اللي كنت فيها سابقا والغرفة رقم 2، مساحتها 2.5 × 3، مزودة بزجاج الشرائح، إطلالتها أيضا زي الصالة، إطلالة من الجنب على الطبيعة، وإطلالة المسبح، وعندنا إطلالة جزئية على البحر. نطلع من الصالة نكمل تفاصيل باقي الشقة.
لو تلاحظوا انه مساحة كبيرة للشقة هذه، مساحتها 220 متر مربع، ومجمع راقي جدا من مجمعات حي أكشبات. عندنا هنا يميننا دورة المياه الأولى بنظام أرضي، ما ننسى هنا الديكورات اللي موجودة في الممر. بجوارها عندنا هنا دورة المياه الرئيسية والمروش، أيضا جاي بانيو بنظام الجاكوزي. نتوجه للغرفة رقم 2. الغرفة هذه رقم 2 اللي قلت لكم قبل شوية وإحنا موجودين في الصالة، إنها البلكونة مشتركة بين الصالة وهذه الغرفة، وإطلالتها على المجمع. بجوار الغرفة رقم 2 غرفة رقم 3، مساحتها جيدة، أقدر أقول 3×4، وإطلالتها جزئية من الجنب على البحر. مساحات الغرف ممتازة. أخيرا نتوجه إلى غرفة النوم الرئيسية، غرفة الماستر مساحتها ممتازة، جزء خاص بالسرير، وعندنا قسم آخر بغرفة تغيير الملابس، ومن ثم إلى دورة المياه. لو تلاحظوا أن مركبين هنا دواليب خاصة أرفف، ومنها دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية، دورة مياه متكاملة، مروش ومغسلة بالإضافة إلى الكلوزت. السرير أو غرفة النوم الطقم ذا أنه يعتبر كإكسترا على السعر، إذا الشخص يبغاها العميل نضيفها في السعر. إطلالة غرفة النوم الرئيسية من جهة البلكونة إطلالتها ممتازة جدا على البحر وعلى المجمع من جهة المسبح، يعني جاية أن البناية رقم 2 من جهة الشارع. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن شقة 4 غرف صالة مساحتها 220 متر مربع في مجمع أكتوس في حي أكتبات يلدزلي. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.